الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنكمل بقى في الفيديو ده الجزئية بتاعت ايه الميل انيبل. الفيديو اللي فات في اخره قلنا ان في حاجة كده ممكن تكون مفاجأة، يعني بالنسبة للتعامل مع الميل سيرفرز. احنا قلنا اللي ممكن نتكلم في الاكستنشن زمان، ان الاكستنشن حياته كلها الاكتيف دايركتوري، يعني الاكستنشن مستحيل بأي حال من الأحوال ينزل في أي جهاز مش جوين الدومين، أو ينزل باستخدام البريفليجز بتاعة يوزر مش انتربرايز ادمن أو سكيما ادمن، لأنه بيقلت في الكونفيجريشن بارتيشن، فلازم يكون عندي انتربرايز ادمن بريفليج، وبيقلت بيرمي اتريبيوتس كتيرة جدا في فوق 1000 اتريبيوت في السكيما بارتيشن، فلازم يكون عندي سكيما ادمن اكونت. تمام، بص كده، بسم الله نفتح السيرفر مانجر. نيجي هنا، الجهاز ده ورك جروب، تمام، الجهاز ده مش جوين الدومين. لو انا جيت هنا كمبيوتر نيم، الجهاز ده ايه؟ ورك جروب، وحتى مش ضايف له ايه دي ان اس سافكس، يعني مش ضايف له دي ان اس سافكس. تمام، الميل انيبل كان بي انستول اون اي ورك جروب سيرفر، سيرفر مش جوين الدومين. الاخ ده ميل انيبل ممكن ينزل عليه. تمام، طيب، وطبعا طبعا الطبيعي طبعا ممكن ينزل على جهاز جوين الدومين، حلو كده، يعني لوجيك يعني. تمام، بس دي حته كويسه فيه، ان انت لو ما عندكش دومين عايز تسطب البتاع فور تيستنج كده، سطبه على سيرفر واحد وايه خلاص، لا دومين بقى ولا بتاع. طيب، الحته بقى اللي هتضايقك ايه بقى؟ الحته بتاعت دي ان اس. دي ان اس سيرفر الناس كلها بتبص عليه، بتريزولف منه اي نيم. انا كنت باجي في الدي ان اس وحاطط ريكورد باسم ايه؟ الميل سيرفر ده. طيب، خلينا نيجي هنا نبص على الدي ان اس اللوكال بقى بتاع السيرفر، ما هو ده مش جاين الدومين. تمام، فبالتالي ايه؟ ماليش دعوه بالدي ان اس. تمام، مين بقى اللوكال دي ان اس بتاع اي جهاز؟ الوصص فايل. لو انا جيت هنا في ويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي وصص فايل انتر نوت باد، دول مش انا اللي ضايفه، يعني التلاتة دول مش انا اللي ضايفه. تمام، دول الميل انيبل نزل رماهم هنا، رماهم في قلب الهوسس فايل، حلو كده. دي بتاعت ايه؟ بتاعت الويب ميل ده اللي احنا اصلا داخلين عليه، ام اي يعني ميل انيبل ويب ميل دوت لوكال هوست. بص كده، هي اللي هنا دي اهي، وهي هي اللي فين؟ اللي في الاي اس اهي، انا فاتحينها. تمام، رجع تاني، دي ام اي ادمن مي ادمن ميل انيبل ادمن، دي لسه هنفتحها. تمام، دي اصلا لو جيت افتحها دلوقتي على البراوزر هيقول لي انت مالكش بريفليج، مع ان انا اللي انا سطبه اصلا الاكونت بتاعي، بس هو يقول لي مالكش بريفليج. ليه؟ لان احنا لازم نضيفه في مكان كده عشان يقدر يفتح ايه الادمن كونسول على الويب بتاع الميل انيبل زي الاي سي بي بتاع الاكستنشن كده. تمام، طيب انا بقى عندي طبعا الناس مش هتكتب ايه، مش عايز لو هبلش الميل انيبل، يعني مش عايز الناس تكتب كده ميل ام اي ويب ميل كده، يعني لا، انا عايز الناس تكتب ايه مثلا، اقول له ده 127 ده الاي بي بتاع مين؟ اللوب باك، يعني مش هقعد على السيرفر نفسه. طب خلينا ايه كده اي بي، طبعا الهوست فايل بديل الدي ان اس، ده الدي ان اس اللوكال بتاع السيرفر او بتاع اي ماشين يعني. تمام، اقول له الاي بي ده اللوكال بتاع السيرفر، بيسوق بيشاور على ايه؟ ميل دوت مستر رزق دوت تي كي. الناس لما تيجي تكلم الميل سيرفر ده تكتب ميل دوت مستر رزق دوت تي كي، بس طبعا لو حد كتب دي مش عارف اروح له ليه؟ لان ديت لوكال، يعني لازم اروح عند كل جهاز واكتب له في الهوستس فايل بتاعه ميل دوت مس ار دوت تي كي بتشاور على 10 دوت 0 دوت 1 دوت 9. تمام، طيب خلينا في دماغنا كده مؤقتا. لو انا جيت هنا، انا طبعا عملت سيف كنترول اس خفاء كده يعني سيف. تمام، اجي هنا اقوم كاتب ايه اتش، كل طبعا بورتر 80 اتش تي تي بي كده ميل دوت مستر رزق دوت تي كي انتر، قبل هنا
ميل دوت مستر رزق دوت جي. لو انا جيت اقول له ايه بينج ميل دوت مستر رزق دوت تي كي، جاب لي الاي بي اهو. طب ايه المشكله بقى؟ هو جاب لي دي، يعني بيقول لي من الاخر ايه، انت كتبت كانك كتبت، يعني بص كانك كتبت كده، شفت؟ دي معناها الاي اس متسطب. يعني شوف بقى انت عايز اومر، يعني عايز ايه؟ يعني كده فتحت الاي اس اومر، مفيش حاجه، ميل دوت مستر رزق مش هيجيب لي حاجه. امتى بقى يجيب لي حاجه؟ يجيب لي حاجه هنا لو انا جيت في الاي اس على الويب ميل دي، رايت كليك انيت بيندنج، وقلت له ايه؟ ضيف لي اسم جديد اتش تي تي بي على بورت 80، اسمه ايه؟ اسمه ميل دوت مستر رزق دوت تي كي، واقول له اوكي كلوز. اجي هنا واقول له اي اس ريسيت، ريسيت الاي اس عشان الكلام ده يسمع، ولما الاي اس اترست هاجي هنا اعمل ايه؟ ريفرش، شوف الاي اس، الاي اس المفروض قامت، واد الويب ميل فتحه، تمام؟ حلو كده؟ طيب حته حلوه قوي دي. يبقى انا لو انا عايز اضيف اسم جديد، احنا عرفنا ان السيرفر ده ورك جروب، ممكن اضيف اسم جديد في الهوست فايل بتاعه كانه هو الدي ان اس، خلينا نفتح عند فادي، وبعدين اقوم رايح طبعا لازم في الاي اس اقوم ضايف له ايه؟ اضيف له في البيندنج بتاعته اكونت جديد باسم ايه؟ ميل دوت مستر رزق دوت تي كي، تمام؟ انا هنا هلوجن بفادي بسكين تانيه، حلو كده؟ طيب نفس الكلام ده هنعمله لما نيجي نرمي السيرتيفيكت على ده، بس في البيندنج هنا طبعا مش هقول له بورت 80، بقى بورت كام؟ 443، يبقى اتش تي بي اس، سوري اتش تي بي اس اول ان اسايند او الاي بي اللوكال، هي يعني لان مفيش الا سيرفر واحد، بورت 443. وهنا ايه طبعا جايب لي دي الديمد لان في السيرتيفيكت، انا مش حاطط السيرتيفيكت، تمام؟ لو حاطط سيرتيفيكت دي هتبقى اكتف معايا، وهيجيب لي هنا السيرتيفيكت اللي انا حاططها، بس لا ايديت في الفيرشوال دايركتوريز ولا حاجه، تمام؟ اهم حاجه ان الاسم اللي هو هحطه هنا ميل دوت مستر رزق دوت تي كي يكون موجود في السيرتيفيكت، تمام؟ بس كده، حلو كده؟ لا بقى في فيرشوال دايركتوريز شبه الاكسشينج ولا ايه ولا الحاجات دي كلها. فنقول له لوجن. يبقى الناس لما تيجي تكتب ده، تمام؟ بس المشكله ايه؟ ان هروح عند كل يوزر، لو طبعا ده ورك جروب، يعني هقول له ايه؟ في الهوست فايل بتاعتك يا فندم حط ميل دوت مستر رزق دوت تي كي، بتشاور على ايه؟ على الاي بي بتاع السيرفر ده، تمام؟ ادي ايه؟ بالبوكس بتاع فادي. مش عارف بقى الحته دي صدمتكم ولا قشطه، عادي يعني سيرفر، عادي يعني السيرفر مش جوين الدومين ونازل عليه ويب سيرفر، تمام؟ هي موجوده في سولوشنز كتير، يعني انت لو نزلت كيرو ميل تقريبا هينزل معاك في ثانيه، وبقى عندك ميل سيرفر مش شرط يكون فيه ايه؟ دومين، تمام؟ زي الاخ ده كده، حلو كده؟ تمام. طيب لو جيت هنا خلينا نبص على، خلينا نتوحر كده شويه في السيتنس بتاعت الريسيفينس، تمام؟ انا ممكن اجي على فادي واقول له ايه؟ رايت كليك كده اقول له ابعت لي ميل من مين؟ تمام؟ الحته دي اوبشنال، يعني ممكن ما احطش في حاجه ديسبلاي نيم، يعني اقول له مثلا ايه؟ اتش ار، اي حد، تمام؟ الميل ادرس ده لازم احط له فيها، اقول له مثلا ايه؟ احمد دوت رزق ات مستر رزق دوت تي كي، ده باعت لك ميل، تمام؟ خلينا نتست حاجه تاني، احنا شفنا ان رزق دوت كوم انضاف، طب اقول له رزق دوت كوم، تمام؟ سبجكت، ايه السبجكت؟ اقول له هاي فادي ويلكم، اقول له اهلا بيك، اي حاجه، تمام؟ ممكن احط اتشمنت، ممكن احط اي حاجه، سند كده، ريفرش، المسج وصلت لفادي. عرفت ازاي؟ انبوكس مسجز كذا، تمام؟ تعال نبص عند فادي، الايميل وصل له من اتش ار، يقول له ايه؟ هاي فادي، مين اللي بعت؟ احمد رزق ات رزق دوت كوم، تمام؟ عشان نضيف ده ايه؟ كدومين عندي، حلو كده؟ طيب كويس قوي. لو جيت هنا تاني رايت كليك على فادي واقول له مثلا ايه؟ فيو ان اكسبلورر، ادي ايه؟ الميل بوكس بتاع فادي، تمام؟ كالندر، كونتاكت، كل الاشياء، يعني انا فاتح ايه؟ الويب ميل بتاعه، يعني رايت كليك، ممكن اسيبه لفادي من هنا، ممكن اسيبه لفادي، فادي بقى ديسيبلد، جيت ريفريش،
بس مقيش لو عملت ريفرش كذا مرة عملت ساين اوت وساين ان تاني. يس لوج اوت. على فكرة شكله حلو، هو عاجبني اوي اليو اي بتاع الويب ميل بتاعه، حلو اهو. هنغير البتاع دي كده، وحلوة دي برضه، انت هتغير كل شوية الناس متزهقش. لوجن unknown or disabled user، تمام. نرجع هنا تاني نعمل له ايه، لو enable سوري مستر فادي كده لوجن، هيلوجن معايا مفيش مشاكل، تمام. طيب تعالى هنا تاني رايت كليك على فادي، ديليت هيمسحه كل اشيائه. مش هتعرف ترجع فادي الا لو انت واخد باك اب. مش طبعا عشان اعمل باك اب دلوقتي يعني، خلينا ماشيين واحده واحده بس. دي بيسموها ايه، هي دي الباك اب يوتيليتي دي، اقدر اخد بيها باك اب. لو جيت اكليك عليها كده اقدر اخد ايه باك اب. خلينا نبص عليها بعد كده، تمام. كلوز، جيت رايت كليك عند فادي، بروبرتيز بتاعت فادي، بسم الله الرحمن الرحيم. دي قريبه جدا من الريسيفنج سيتنس بتاعت الاكستشينج اللي كنا بنتكلم فيها زمان. ادي الميل بوكس نيم اللي هو الديسبلاي نيم اللي ظاهر هنا اهو، قول كليك كده بص عليه كده، ادي الميل بوكس، يوزر نيم اللي هيوصل للناس هو بعد، ادي الباسورد ممكن اغيرها من هنا على فكره، يوزر ماست تشينج باسورد اند نيكست لوجن، ممكن اقول له ايه تشيك عليها فادي يغير ال الباسورد بتاعت اللي جاي لوجن تاني، تمام. ميل بوكس هاز ليميت سايز، شايفين كده ان فادي ايه انليميتد، ده فادي فادي اسماعيل، احنا عملنا ديسيبل وعملنا انيبل تاني، فادي اسماعيل اهو انليميتد، تمام. خلينا نطبق عليه كذا حاجه ونرجع نخليه يحلو تاني يعني، تمام. انا خليته لازم يتشينج الباسورد، prevent user from authenticating، خلي ده شويه ميل بوكس از disabled، نفس اللي بره. ممكن امسح المسجز، امسح الانبوكس مسجز اللي عنده من هنا، تمام. طيب احنا ايه هنجرب، لازم يتشينج الميل بوكس هاز ليميت، اقول ابلاي على فادي او سوري هنا بالكيلو لسه حاطط دي. خليها مثلا كام، الطبيعي يكون 24، 24 ايه يعني 1 ميجا، خليها كده 10 ميجا. اللي كان في الاكستشينج الطبيعي بيكون كام، 2 جيجا يعني. مثلا خلينا ايه نقول له كده كالك، سوري كالك 2 في 1024 في 1024. المشكله هنا ان هو ايه بالكيلو يعني، ممكن اجي كده اقول له كنترول سي واقول له هنا اقول له ايه بيست، لا سوري مش كنترول سي ده بيست كده، اتنين جيجا، تمام. طيب اقول له ابلاي، حلو كده انا عملت ايه، خلي بالك دي بالكيلو بايت، تمام. اقول له اوكي. لو انا جيت هنا تاني عند فادي ريفرش، انا عملت ريفرش هنا، قال لي ايه، قال لي بس دخل الباسورد بتاعتك القديمه اللي بقى ايه نيو باسورد بقى، اهي يا عم الباسورد الجديده اهيت، في باسورد سترينث انديكيتور تحت اهو. والله حلو البتاع ده، عجبني اوي. كونتينيو باسورد تشينجز سكسسفلي، تمام. اوكي انت بقيت ايه ليميتد اكونت يوزج، كليك عليه كده اهو، دي الاكونت يوزج بتاعتك 5 كيلو مش عارف ايه، ستارت اب بيج اول ما تفتح تجيب الانبوكس ولا تجيب ايه، حلو يعني. انت ممكن تكستمايز اي حاجه كتير. هنرجع على فادي، طب ما نشر المرة دي بروبرتيز، حلو. احنا ايه جربنا الحتة بتاعت السايز بتاعه وان هو لازم يتشينج، طبعا اتشالت لان هو غيرها، تمام. طيب تعال نقول له ايه prevent user from authenticating، تعال نقول له apply كده، نقول له refresh. انا بقول له prevent user from authenticating، لو انا جيت هنا ادي فادي اهو قمت اعمل ريفرش، فهنعمل لوج اوت بس، ون
لوجن تاني فادي. طبعا فادي احنا كنا غيرنا الباسورد بتاعه اصلا، انتر نعمل، احنا كنا عملنا اباي اباي اوثنتيكيشن لوج اوت كده خلينا نجرب هنا عشان نوصل الأخ التاني ده هنج. خلينا نجرب هنا على الجهاز ده، ادي الباسورد بتاعت فادي لوجن unknown or disabled user. تمام، اليوزر ده مش عارف يثنتيكيت. تمام، الباسورد التاني اهو unknown or disabled user. تمام، يا اما اليوزر ده مش موجود، يا اما معمول له disable، يا اما مش قادر يثنتيكيت. تمام، نخلي هنا تاني على فادي، دبل كليك عليه ونشيل دي. تمام، تعال بص على الادرسز. لما ضفنا الدومين التاني اللي هو ريز دوت كوم، انضاف هنا ايه الميل. ممكن اضيف كمان اد ميل واضيف ايه الياس هنا ل لفادي اي حاجه يعني ليدر مثلا. تمام، ليدر ات، واختار اسم الدومين من هنا، ادبل كليك على اسم الدومين او يعني هايلايت على اسم الدومين كده في ايه في ليدر ات ريز دوت كوم. تمام، طيب طبعا الريز دوت كوم والحاجات دي لازم تكون متببلشه بره. يعني لو انا احنا في اللاب بتاعنا هنستخدم بابليك دومين اسمه مستر ريز دوت تي كي. تمام، طيب الريز دوت كوم ده الناس ممكن جوه تستخدمه، ممكن جوه انترنال الناس تستخدمه، بره لازم يكون في دومين فعلا اسمه ريز دوت كوم، وفي بي ام اكس ريكورد بيشاور على البابليك اي بي بتاع الماشين اللي هو ده، وفي اس بي اف، وفي كل حاجه يعني. تمام، هنتكلم على الكلام ده قدام، احنا اتكلمنا عليه في الاكسشينج بس هنتكلم عليه تاني يعني. تمام، بورت ريدايركشن، ممكن اريدايركت اي ميل يوصل لفادي. ليه مثلا؟ هفترض مثلا ان احمد، ان احمد هو المانجر بتاع فادي، هو بيقول له مثلا ايه فرضا يعني احمد دوت دوت رزق ات مستر رزق دوت تي كي، اي ميل يجي لفادي فرض منه نسخه لاحمد هو السكرتير بتاعه مثلا يعني. تمام، وخلي نسخه توصل لفادي برضه يعني، نسخه هنا ونسخه هنا، والله ابلاي قام جاي مثلا ايه ديسك بتاع احمد، نقول له سند ميل، يا سوري جاي على فادي نقول له سند ميل من احمد مثلا يدايركت فروم احمد دوت رزق ات مستر رزق دوت تي كي ري داير مستر ريز دوت تي كي، ابعت يا عم نسخه لمين؟ لفادي. اوكي، ريفرش ريفرش. تعال نبص هنا لسه، تعال ايه المفروض فادي يفتح بقى عشان شلنا التشيك تاني. ادي ايه وصل لاحمد اهو، وصل لفادي. تعال بقى نعمل لوج اوت، لوج اوت يس. المفروض ان في نسخه توصل لمين؟ لأحمد، أحمد دوت رزق الباسورد انبوكس، ادي النسخة وصلت لمين؟ لأحمد هو كمان. تمام، اقفل ده عشان افتحه تاني، نكمل عند فادي. هو كاتب لي حتى قصاد الريدايركشن، هي ريدايركت لمين؟ تمام، انا ممكن اجي هنا اقول له فيو كاستمايز واضيف او اشيل كولوم من دول، الريدايركشن ممكن اشيله، ممكن اشيل لا مش دي، حاجه ثانيه خلينا هنجيلها دلوقتي. خلينا تمام، رايت كليك بروبرتيز ريدايركشن، خلاص شيل الريدايركشن مش عايزه. الريدايركشن ده بستخدمه لو انت مثلا فادي ده مدير واحمد السكرتير بتاعه، فانت بتضيفها له هنا بس لو فادي في اجازه وعايز الايميلات تروح السكرتير بتاعه عشان ايه الشغل ما يمشي يعني. اكشنز انيبل اوتو ريسبوندر، اوتوماتيك ايه الميل بوكس هي ريسبونس. تمام، طيب دي انا كنت لسه دي بقى ديفولت مش هعملها انيبل، بس كنت هعملها انيبل قبل كده يعني. تمام، خلينا نيجي ايه اقول له enable auto responder
انا لو جيت مثلا هنا دليفري، فانا لو جيت انا قلت له انيبل الاوتو ريسبوندر، اي حد يبعت ميل لفادي الميل لوحده هي اوتو ريسبوند عليه بالكلام المكتوب هنا. اقول له مثلا هاي اي ام اوت اوفيس، مثلا اوت اوفيس كول مي اون ماي سيل اي اتش او ان اي اور ماي سيل فون اون ماي سيل فون. تمام، ممكن اكتب له اي حاجه مثلا ويلكم اي حاجه. تمام، ممكن لو انا في اجازه مثلا من اليوم الفلاني، من اليوم الفلاني مش عايز اللي عايز الميل يرد لوحده يعني، اي اظبطها له من يوم كذا ليوم كذا الميل يرد لوحده. تمام، enable delivery event لو انا عايز execute file او حاجه يعني دي مش هتفيدنا. اقول له ايه apply. تمام، تعالى بقى هنا ده مين ده احمد، خلينا نسند ميل نقول له كومبوز فادي دوت اسماعيل هات مستر دوت تي كي، ابعت له يا عم ايه اوتو اي حاجه في اتشمنت ولا حاجه ممكن تبعتها له تقول له ايه سند سند الفادي سند ايتمز. وصلت الفادي يبقى في الانبوكس هنا يجي لي ميل شبه ده كده بس مش هو ده. اعمل ريفرش بس كده خد له حبة وقت بس اول ما البروسيس. تعال نبص عند فادي اهو الميل جه لفادي اهو اوتو ده اللي لسه بعته المفروض يبقى ايه في الانبوكس هنا يوصل لاحمد اهو وصل اهو الاوتو ريسبوندر. تمام، الاوتو ريسبوندر ايام اوت اوف اوفيس مش عارف ايه وكلمني وكده. تمام، طيب نكمل شيل دي اوكي مسجز هنا بقى. طبعا انت اللي مسطب وانت الادمنستريتور انت كل حاجه يعني، انت الايميلات اللي جت لاحمد يعني. بص هنا اوتو ده اخر واحد اللي احنا لسه كاتبينه حالا دلوقتي، ده بيجي لك اللي في الانبوكس هنا مثلا فادي دوت اسماعيل ده انهي ميل ده مش فاكر ده انهي ميل يعني. تعال نبص على اللي بعده مثلا ده كده ده ريداير احنا لسه بعتينه من شوية. بص بقى اول واحد ده ديفولت دوت ام اي اي ده اللي اتبعت له، ده اول واحد اتبعت له بعد اللي هو من البوست ماستر بعد ما اتكريت، بعد ما الميل اتكريت قال له يعني نيو نوتيفيكيشن نيو نوتيفيكيشن انت اتكريت لك ميل ومش عارف ايه. اللي بعته مين البوست ماستر اللي هو اول ميل بوكس اتكريت بعد ما سطبت ال الميل انيبل. طبعا بشوفه ايه بدبل كليك عليها كده. تمام، ادي التاريخ بتاعها وادي ايه وادي كل حاجه. ممكن الانبوكس ببعضه كده افرده لاي حد اقول له فورورد انبوكس افرود ايه لفلان واقوم كاتب فيه اي حاجه واقوم ماسح كمان الانبوكس بعد ما افرد الايميلات دي. تمام، وصلنا مش عايزين نعمل كده يعني. كلوز كلوز دي كانت الميل بوكس سيتنس الموجوده في الموجوده في الميل انيبل. هي حاجات مش كتيره بس حاجات حلوه يعني، اوبشنز كويسه جدا. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. اسالكم دعاء بفضل الغيب، اشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم في الفيديو الجاي بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.